شيخ أحسن الله إليك، استدل بعض أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، على أن صيام يوم السبت لا يجوز سواء مفردا أم مجمعا مع غيره. نعم. فما صحة هذا القول؟ صحة هذا القول أنه ليس بصحيح. أولا أن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، قال الإمام مالك فيما نقله عنه أبو داود قال إنه كذب، والإمام مالك رحمه الله منزلته في الحديث تعلمونها، من أئمة الحديث وحفاظ الحديث، قال إنه كذب، وأبو داود ثقة. هذا واحد. القول الثاني أنه شاذ، أنه شاذ فيكون ضعيفا، يعني ما نقول كذب لكنه ضعيف، والشاذ لا يعمل به. ووجه شروده أنه مخالف لما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين ووجدها صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. فقولها أتصومين غدا يدل على جواز صوم يوم السبت، وهذا يعارض الحديث الذي أشار إليه السائل حيث قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عودة عنب فليمضغ، لأن مقتضى هذا الحديث أنه لا يصام مع الجمعة، مقتضى الحديث الذي فيه النهي، والحديث الصحيح صريح كأنه يجوز صيامه مع يوم الجمعة فيكون شاذا، لأن الشاذ مخالفة الثقة للثقات، والشاذ لا يجوز العمل به. الشيء القول الثالث أنه منسوخ، وهذا يعني أن الحديث صحيح لكنه منسوخ، لكن هذا القول يحتاج إلى معرفة التاريخ، هل هذا النهي قبل الإذن أو بعده؟ ولا علم لنا بذلك، ومن المعلوم أنه لا بد من العلم بتأخر الناسخ إذا قلنا إنه منسوخ، وحينئذ فأحسن ما يقال فيه أنه إن أفرده لأنه يوم السبت أو لأنه يوم السبت فهذا منهي عنه، وإلا فلا. على أنه ورد في السنن من حديث أم سلمة أن أكثر ما يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم السبت ويوم الأحد، وأنهما عيدان للكفار، والعيد من المعروف أن من شعائره أن لا يصام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما مخالفة لمن؟ لليهود والنصارى. ذكره العلم في معارضة هذا الحديث الضعيف الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت. فالحاصل أننا لو تحملنا كثيرا وقلنا بقبول هذا الحديث وهو النهي عن صوم يوم السبت فإننا لا نقبله إلا بشرط أن يكون الذي صامه من أجل أنه إيش يوم السبت، وبناء على ذلك لو صادف يوم السبت يوم عرفة وصامه وحده فليس بذلك بأس، لأنه إنما صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم السبت. كذلك لو صادف يوم السبت العاشر من محرم فإنه يصوم، لكن عاد ينبغي أن يصوم يوما قبله ويوما بعده مخالفة لليهود الذين يصومون اليوم العاشر. كذلك لو صادف عادته كالذي يصوم يوما ويفطر يوما، وصادف فطره يوم الجمعة وصومه يوم السبت وفطره يوم الأحد، هذا لا بأس به أيضا، لأنه لم يصومه لأنه يوم السبت ولكن صامه لأنه صادف عادته. نعم أفهمت؟ خذها بارك الله فيك وبثها في قومك، فإن كثيرا من الناس اغتر بكلام بعض المعاصرين في هذا الحديث. نعم.